دايما نتكلم ان شاء الله بعض الكوليسترول وما يتعلق بالكوليسترول سواء الاستيرويدز الالوبينويدز. نتحدث من ناحيه البايسنتيسيز والريجوليشن والترانسبورت كلها الليرنينج اوبجيكتيفز او الليرنينج اوتكمز at the end of this lecture, which is to be able to explain the main phase of cholesterol biosynthesis in the مراحل cholesterol, the regulation of cholesterol synthesis. هتحدث قليلا عن الاستيرويد بالباي اسيد بايسنتيسيس. كنا يعني حاطين استاذ بس نحكي ايش هو السايتوكروم بي 50 وين موجود والمين كوليسترول ديريفاتيفز ان شاء الله رب العالمين. واذا في عندنا ديس ريجوليشن الكوليسترول شو معناته بعض الامراض زي ما حكيت كعاده يعني مرض شو هو بس يعني مش تكون تفاصيل لا باثولوجي ولا غيره. طيب كوليسترول ستراكشر اند بروبرتيز. من خصائص هذا المركب هو الكوليسترول. It is an amphipathic molecule. شو يعني amphipathic؟ مثل ما احنا عارفين يعني في منه جزء بولر وجزء ايش؟ نون بولر. اذا هو عنده بولر بار ونون بولر بار. كوليسترول is a steroid. هو من عائله اسمها الستيرول. مش بس هو من عائله الستيرول، هو الفاذر اوف الستيرولز. اللي عند الانسان الفاذر اوف الستيرولز هو مين؟ الكوليسترول. وين موجود؟ عاده موجود داخل الخلايا، اما في سن المبرين، المبرين موجود، جلال البروتينز. وهو زي ما حكيت قبل شوي هو البريكيرسور لكل الستيرويدات. تمام؟ الكوليسترول موجود على شكلين داخل الخليه او داخل الجسم بشكل عام، على شكل الكوليسترول الفري اللي هو يعني از كوليسترول. كوليسترول او على شكل كوليستيريل استر او كوليسترول استر اللي هو الشكل التخزيني. اذا في منه شكل فري في منه شكل ايش تخزيني اللي هو بيكون مور من مور كوليسترول او كوليسترول استر، اوكي؟ synthesized in a human body mainly in the liver cells بمعدل حوالي 1 جرام في اليوم. بما انه نون بولر موستلي نون بولر فعمليه نقله ما بيمشي از فري كوليسترول في الدم فبيمشي على كارير بروتين بنسميهم اللايف بروتينز. مصادره زي ما حكينا مصدرين اما دايتري واما ايش؟ دي نوفو سنتس اللي هو يصنع داخل الخليه سواء اللي اكلناه او اللي بدنا نصنعه داخل خلايا الليفر يعني بشكل عام. لما بدنا ننقله في الجسم يعني عبر الدم لازم ننقله عبر نواقل خاصه اللي هم اللايف بروتين زي ما قلنا. اوكي؟ عنده لو سولابيلتي موتر لانه موستلي از نون بولر بولر بارت من البسيط. مثل ما حكينا موجود بشكلين فري كوليسترول وكوليسترول استر. الفري كوليسترول بشكل حوالي 30% فقط 70% هي كوليسترول استر. لذلك المجهود تبعه استيريفايد. شو يعني استيريفايد؟ يعني عاملينه احنا على شكل كوليسترول استر. شو يعني كوليسترول استر؟ عاملينه استيريفيكيشن يعني رابطينه برابطه استر بولز بايش؟ بفاتي اسيد زي ما رح نشوف. فبصير اسمه كوليسترول استر، اوكي؟ هلا بنشوف وين. الكوليسترول استر هذا الشكل التخزين اللي مطلوب هو كوليسترول استر او كوليسترول استر. هي الاصل نحكي كوليسترول استر بتلاقوها اكثر اي اللي هو الشكل التخزين بيكون مور نون بولر. ليش مور نون بولر؟ زي ما شوف شوف الستركشر هنا هي الستركشر تبع الكوليسترول. خليك معي. الكوليسترول مكون يا شباب من 3 بارتس خلينا نحكي. طبعا ان جنرال بشكل عام هو مكون من 2 بارتس زي ما حكينا في البثيل. بولر بارت اللي هي الاو اتش هذه والنون بولر بارت اللي هو الباقي. هلا النون بولر بارت يقسم الى نيوكلي عفوا الى اربع حلقات فور رينز بنسميهم ايش؟ شو بيسموهم هذول اللي هم النيوكليك او الستيرويدال نيوكليس. دائما في كل شكل ستيرويد موليكل في هذول تمام؟ فهي نواة تمام؟ هي ذره مش فيها نواة. فهذه في اي مركب ستيرويدي هذول الفور رينز موجودين اللي هم واحد اثنتين ثلاث اي بي سي هم سداسيات ودي خماسيه. وعنده الهيدروكربون تيل اللي هم كربون 20 ل 27 لاحظوا. وفي عنده ميثيل جروبس على الكربون 19 و18 وعنده 1 دبل بوند. هذا هو مركب الكوليسترول. واضح يا شباب؟ اذا المركب مكون من 27 كربونه فيه 4 رينز 3 سداسيات واحده خماسيه مش بنزين رينز هذول اديروا بالكم. في 1 دبل بوند عنده هيدروكربون تيل و2 ميثيل جروبس على 19 و18 وعنده اللي هي البولر بارت اللي هو الاو اتش على الكربون رقم 3. هاي البولر بارت اللي هي الاو اتش اللي عليها بيتم ربط مين يا صبايا يا شباب اللي هي اي مركبات هي اللي هو الفاتي اسيد حتى نحوله الى الاستر فورم اللي هو الكوليسترول استر. هنا بنربطه بتشيل الاتش وتربط مكانها فاتي اسيد
عشان عندك كوليسترول استر. تمام؟ إذا هي مكتوب هذا الكلام 27 كاربونز 4 فيوز درينز بريفرنس سايد تشين زي ما حكينا اونلي 1 دبل بوند. اوكي؟ مع انه مثل ما كلكم عارفين يعني انه للاسف الكوليسترول عنده باد ريبيتيشن مضبوط؟ عنده سمعه سيئه انه سبب الامراض تصلب الشرايين وضغط والجلطات، صح ولا لا؟ الا انه على العكس تماما، بقدر ما احنا شايفينه خطير هو اساسي اساسي اساسي. لانه كل الاسترويد كومباوندز او الاسترولز كلياتهم اللي موجودين في جسم الانسان، خلينا نحكي عم نحكي عن الانسان، الفادر تبعهم مين هو؟ الكوليسترول، وخاصة الهرمونات الجنسية. واضح؟ الكوليسترول هو الفادر تبعهم زي ما قلت. لذلك احنا ضروري، لذلك اذا بتلاحظوا حكينا في السلايد الاول يصنع بمعدل مش هين 1 جرام بير دي، مش شيء هين صح ولا لا؟ لانه يستخدم في تصنيع مركبات كثيره وخاصه الهرمونز والفيتامين دي والبايوت اسيدز. تمام يا شباب؟ It is a precursor to many important biomolecules including the steroids, the hormones, the vitamin D, the bile acid or bile salt. The synthesis of cholesterol of, قبل ما نبدأ بالخطوات, all of the carbons that found in this, اللي هم 27 carbons, هذول جايين من وين يا شباب؟ من acid الكوي, acid A. إذا الـ precursor تبعه مين هو؟ هي الاسيت الكوي، لانه حتى نقدر نستخدم الاسيتات نعملها اكتيفيشن. نربطها بكوي فبتصير اسيت الكوي. تمام يا شباب؟ لانه اذا بتمشيها اسيتات بتكون على شكل اسيتك اسيد، اسيتك اسيد رح تعمل لي مشاكل، صح ولا لا؟ فهي اسيت الكوي. هلا الاسيت الكوي بيستخدمه في تصنيع مركب بنسميه اللي هو الايزوبرين. الايزوبرين هاي الاستراكشر تبعه عباره عن مركب مكون من 5 كربونات. من وين بنصنع هذا الايزوبرين يا شباب يا طيبه؟ اللي هو من الاسيت. إذا هو البريكيرسر اسيتيت الانترميديت مين هو؟ الايزوبرين، فهو اسينشال انترميديت. زي ما انتم شايفين هاي الستركشر تبع الاسيتيت سي اتش 3 سي دبل بوند او اتش، هذا هو حط عليه كونزام كيف بصير اسيت الكويس زي ما انتم عارفين. بنستخدمه في تصنيع ايش؟ الايزوبرين. مجموعة من الايزوبرينات بناخذهم بتفاعلات تصل 25 او اكثر من تفاعل تعطينا هذا الشكل النهائي. هذا الشكل النهائي هي مرقمات الكربونات والذرات الاساسية. هي البولار هيد، هي البولار تيل، هاي 18 19 اللي هم ايش هذول؟ مثل جروبس اللي هم سايد تشينز، بالاضافه ل 4 فيوز رينج 3 ار 6 رينج ممبرز، واحده فيهم فيها دبل بوند بنبل اللي هو الخامسه والسادسه، والدي رينج خماسي. هاي مره ثانيه بتاعت الاستراكشر اوف الكوليسترول. طبعا يا شباب مش انما تقول والله تحفظ رسمه، لا تطلع عليه هيك اعمل له صوره في مخك. كل الكوليسترولات فيها تمام؟ مش كل الاسترويدات كلهم عندهم هذا، تمام؟ 1 2 3 4. هلا في ايش بيختلفوا عن بعضهم البعض؟ زي ما رح تشوفوا كمان شوي. هون مربوط شيء، لا خلي هاي مثلا ممكن نضيف شيء هون، نضيف شيء هون على 18، او هاي التيب نقصها نطولها نربط عليها شيء، فبيعطيك انواع مختلفه من الاسترويدات، واضح؟ اما هذول ايش مالهم؟ موستلي 13. فهم هذول يعني بس تطلع عليهم بتعرف انه هذا مركب ايش؟ استيرويد. تمام يا شباب؟ من الشكل يعني. السينثيسيس اوف كوليسترول كونسيست اوف 4 ستيجز او 4 ستيبس. ايش هم هذول 4 ستيبس؟ بشكل عام. الخطوة الأولى إنه بدنا نصنع مركب بنسميه سينثيسيس اوف ميثانولين. الميثانولين هذا شباب مكون من كم كربون؟ 6 كربونز. من وين بصنعه؟ بصنعه من 3 أسيتيل كويز. إذا بجيب 3 أسيتيل كويز بربطهم مع بعضهم البعض. زي ما راح نشوف هلا بيعطوني مين يا طيبين؟ الميثانولين. هذا الميثانولين اللي هو المركب السداسي برجع بحوله لمركب خماسي بنسميه ايزوبرين، بنعمل له ديكاربوكسيليشن وبنربط عليه كمان فوسفيت جلوس بدنا نعمل له اكتيفيشن. راح نشوفه هلا. اذا حولنا من اسيتيت الى ميثانولين، هاي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه حولنا الميثانولين الى 5 كاربون اللي هو الايزوبرين او اللي هو بيكون اكتيفيتد. راح نشوف الخطوات هسا. لاحظوا هلا بناخذ 6 مركبات من الايزوبرين، 6 مركبات من الايزوبرين نربطهم مع بعضهم البعض بيعطوني مركب كبير مكون من 30 كربونه وبيكون لينير لسه ما فيه ولا رين، بنسميه سكوالين. السلام بنسميه السكوالين. تمام؟ هي الخطوه الثالثه. الخطوه الاخيره السكوالين هذا بنعمله سايكلايزيشن، بنعمله زي هيك ايش؟ تظبيط من هون ومن هون، بنحوله لمين؟ الى الكوليسترول المكون من 17 كربون. اذا زي ما انتم شايفين هي الشكل الاول، عفوا الخطوه الاولى
3 مولكولز اوف اسيتو اسيتيل، عفوا اسيتيل اللي هي على شكل اسيد الجروبس، نربطهم مع بعض يعطوك مركب سداسي اسمه الميفالونيت اللي بنحكي عليه. الميفالونيت هذا اللي بنحوله الى مركب خماسي اسمه ايزوبرين. الايزوبرين هذا يكون اكتيفيتد، مربوط عليه فوسفيت عشان اسمه اكتيفيتد ايزوبرين. ناخذ 6 مركبات من الايزوبرين لما نربطهم مع بعض بطريقه معينه بيعطوني مركب مكون من كم كربونه؟ 30 كربونه اسمه سكوالين وكولين. لاحظوا ما فيش فيه ولا ايش؟ ولا رينج، وفيه دبل بوندز. بعدين مجموعه خطوات تصل الى 20 خطوه تقريبا، بنحوله الى الشكل النهائي سايكلايزيشن، بنعمل تريننج وبنظبطه وبنحوله الى الكوليسترول. هذه الخطوات الاربعه الرئيسيه. ندخل بتفاصيل شوي شوي. اول شيء كيف بتبدا العمليه؟ هل بنربط 3 اسيتيل كويز مع بعض مباشره؟ لا، بنربط اثنين في البدايه، 2 اسيتيل كويز مع بعضهم البعض، بعطيك المركب اللي هو اسيتو اسيتيل كويز. تمام؟ اللي هو كاتلايز باي ايش اسمه الانزيم؟ اسيتيل كويز اسيد ترانسفيريز. هذا ايش اللي بدي هلا قبل ما نكمل؟ وين بيتم تصنيع عملية تصنيع الكوليسترول يا شباب؟ في الليفر صح، مجرد في الليفر، بس في أي وضع مكان من الخلايا؟ كلنا دائما التصنيع غالبا بيكون في السيتوبلازم. فهون بيتم التصنيع في السيتوبلازم. تمام؟ هلا الخطوة الأولى إذا ربطتوا أسيد الكويز مع بعضهم البعض. كبرنا الشاشة شوي. ايوه طلع التفاعل تو اسيتيل كويز، بيطلع 1 اسيت 1 كوينزايم هي بتضبطوا ايش؟ تو اسيتيل كويز عن طريق الاسيتيل كوي اسيتيل ايش او الاسيت ايش ترانسفيريز، بعطيك مركب رباعي مكون من اربع كربونات اسمه اسيتو اسيتيل كوي. هذا الاسيتو اسيتيل كوي باخذه برجع بربطه مع كمان جزئين اسيتيل كوي ثاني. تمام يا طيبين؟ واضح بيطلع الكوينزايم ايه وبتكون عندي مركب اسمه بيتا هيدروكسي بيتا مثل جلوتاريل كو اي، اللي هو باختصار اتش ام جي كو اي اتش ام جي كو اي اتش ام جي كو اي. هذا لا تنسى المركب. هذا وين شفناه المركب يا طيبين؟ شفناه في تصنيع الكيتون بادز. ولكن انتبهوا معي، الكيتون بادز وين بيتم تصنيعها؟ في الميتوكوندريال ماتريكس. وهي الخطوه وين بتتم؟ السيتوبلازم. اذا هذا الانزيم اللي هو اتش ام جي كو اي سينثيز اللي بيعمل هاي الخطوه لانتاج الميفالونيت في منه 2 ايزوزايمز. عنده نسخه في الميتوكوندريا خاصه بالكيتون بوليز، وعنده نسخه في السيتوبلازم خاصه بمين؟ بتصنيع الكوليسترول. واضح يا شباب؟ اذا هنا في عندي الاسيتيل كو اي اسيتيل ترانسفيريز بربط 2 اسيتيل كو اي بيعطوني اللي هو الاسيد اسيتيل كو اي. بعدين بيجي عندي الانزيم المهم اتش ام جي كو اي سينثيز بيربط كمان جزء اسيتيل كو اي، بيعطيه مركب سداسي اسمه بيتا هيدروكسي بيتا مثل جلوتاريل كو اي اللي هو اتش ام جي كو اي. تمام؟ هذا الانزيم موجود بالسيتوبلازم وموجود بالميتوكوندريا، الا انه اللي بالميتوكوندريا مفصول عن اللي بالسيتوبلازم، واللي بالميتوكوندريا خاص بمين؟ بتصنيع الكيتون بادز، واللي بالسيتوبلازم خاص بتصنيع اوكي؟ تمام. هلا الاتش ام جي كو اي باستخدام 2 مولكولز اوف ان اي دي بي اتش بنحوله الى مركب اسمه ميفالونيت. مش حكينا الخطوه الاولى ربط 3 اسيد الكويز وتحويلها الى ميفالونيت. عشان اوصل للميفالونيت لازم امر بالاتش ام جي كو اي. تمام؟ فالخطه اللي بعد هيك بحول الميفالونيت عفوا الاتش ام جي كو اي الى ميفالونيت عن طريق انزيم لاحظ شو اسمه؟ اتش ام جي كو اي ريدكتيز. دير بالك على هذا الانزيم. اتش ام جي كو اي ريدكتيز. ال اتش ام جي كو ريدكتيز بيعمل ريدكشن، بياخذ هذا الميفالونيت وبيستخدم 2 مولكولز اوف ان اي دي بي اتش بيطلع جزيء الكوينزيم برا وبيحول الى مركب اسمه ميفالونيت برضه مكون من 6 كربونات. لاحظوا تمام طيبين؟ خلصنا الدبل بوند هاي وطلعنا الكوينزيم برا اوكي؟ هذا الانزيم اللي هو اتش ام جي كو اي ريدكتيز از ان انتجرال بروتين في السموث بلازم كريتيكال الموجود يحتاج الى 2 ان اي دي بي اتش 2 مولكيلز عشان يعمل ريدكشن. ات از دي وان ذات ريسبونسبل فور وات؟ ات از ريد ليميتنج ستيب اوكي اند بوش ريجوليشن. واضح؟ لذلك يا شباب الناس اللي بتاخذ ادويه مضاده للكوليسترول الادويه شو بتشتغل يا شباب؟ اجينست ذيس انزايم. واضح؟ بتعمل على تثبيت مش اجهزه، بتعمل على تثبيت هذا الانزيم بحيث ما يصنع الميفالونيت.
يعني لو صنعنا الميفامات ما عندوش يعني بعد واضح. فالادويه المضاده للكوليسترول اللي هم الستاتينز في عندنا سلايد ليترون بيشتغلوا ايش على هذا الانزيم، فهو الريت ستيب او البوينت اوف ريجوليشن. تمام طيبين للكوليسترول سنتيز. الخطوه الثانيه هذا الميفامينيت صاحبنا اللي اخذناه، لاحظوا شو بدنا نعمل في الخطوه الثانيه، بدنا نعمل كونفرجن ميفامينيت تو، لاحظ تو اكتيفيتد ايزوبرين. الميفامينيت بدنا نصنع منه ايزوبرين، بس الايزوبرين هذا له شكلين وايضا اور بنقدر نستخدم ما بتفرق. تمام خليك معي 3 فوسفات جروبس هذه بي او 4 3 ماينس فوسفات جروب، 3 فوسفات جروب ترانسفير. اذا بحتاج الى ثلاث مجموعات فوسفات، وين بجيبهم؟ من اي تي بيز. اذا بستهلك 3 اي تي بيز 1 2 3. تمام شباب، اذا 3 فوسفات جروب ترانسفير ستيب وايز، يعني خطوه خطوه، ما بضيف الثلاث مره واحده، بضيف الاولى بعدين الثانيه بعدين الثالثه، بجيبهم من اي تي بي وركبهم على الميفرني وبعمل له ايش يا شباب؟ دي كاربوكسيليشن. اذا بعمل شغلتين، بعمل فوسفوريليشن وبعمل ايش؟ دي كاربوكسيليشن. الدي كاربوكسيليشن بحول من مركب مكون من سته الى مركب مكون من خمسه كربونز، والفوسفوريليشن بركب عليه 3 فوسفيت جروبس بس ستيب باي ستيب. الاولى في الثانيه في الثالثه، بحوله الى مركب اسمه ايش يا شباب؟ ايزوبرين. ايزوبرين مركب مكون من خمس كربونات، تمام؟ مكون من خمس كربونات وفيه دبل بوند. هلا الايزوبرين هذا له شكلين، له تو ايزومرز، لذلك بعمل له ايزومرايزيشن ان سكند ايزوبرين. لاحظوا بيعطيني تو اكتف فورم، له شكلين، الشكل الاول اسمه دلتا 3 ايزوبرين بنتل بايروفوسفيت، والشكل الثاني اسمه دايميثيليل بايروفوسفيت. ايضا اور نفس الشيء. واضح؟ نعمل له ايزومرايزيشن يعني بين. كيف شكله؟ هلا بنشوفه، تمام؟ لاحظ معي، قبل ما اكمل، اكم ايزوبرين انا بدي استخدم لصناعه الكوليسترول؟ ستة. اذا اكم اي تي بي بدي استهلك لتصنيع 1 مولد للكوليسترول؟ 18. شفتوا كيف؟ فتصنيع الكوليسترول اللي بنحكي عنه بده 18 جزء اي تي بي لوحده عشان تصنع 1 مولد. طبعا هاي الاستهلاك للاي تي بي في هذه الخطوه فقط. باقي الخطوات لتصنيع الكوليسترول اكثر من 20 خطوه المتبقيه ما فيهم استهلاك للاي تي بي. واضح؟ اونلي ان ذيس ستيب في استهلاك للاي تي بي. فاذا انا بدي 6 6 في 3 اذا بدي 18 كربونه بير ايتش موليكول اوف كوليسترول. واضح يا شباب؟ تمام؟ نكمل. كيف بتتم العمليه؟ هاي العمليه خليك معي. مش حكينا ستيب وايز. الميثانوليت هذا المركب اللي انتجناه بالستيب الاولى او الستيج الاولى على طول، يعني على طول على اركب عليه فوسفيت جروب باخذها من الاي تي بي عن طريق الانزيم ميفامينيت 5 فوسفو ترانسفيريز. هنا ترانسفيريز فوسفو ترانسفيريز، نقلنا لاحظ الفوسفيت جروب وركبناها على، تمام، على ال 1 2 3 4 5 6 كربونات السبع. تمام، كون عندي انترميديت اسمه 5 فوسفو ميفامينيت، ركبنا بس فوسفيت جروب على الكربون رقم 5. تمام طيبين. الانزيم الثاني لاحظوا هنا كاينيز فوسفو ميفالونيت كاينيز، انزيم ثاني شايفين؟ رجع اخذ 1 فوسفيت جروب من الاي تي بي ونقلها لمين؟ للميفالونيت، صار اسمه ايش؟ 5 بايروفوسفيت، صح؟ ميفالونيت صار اسمه فوسفيت جروب. والخطوه الثالثه رجع عندي بايروفوسفيت ميفالونيت دي كاربوكسيليز. الدي كاربوكسيليز هنا بشيل ايش يا شباب؟ سي او 2 ها؟ وايش بعمل كمان؟ وبستهلك 1 اي تي بي. بس الاي تي بي هنا يا شباب ايش مالها؟ ما بركبها على المركب، بستخدمها كطاقه عشان اعمل عمليه الديكربوكسيليشن. فهمتوا كيف؟ واضح شو بحكي؟ طيب شوي بعيد. بستخدم انا 3 اي تي بيز. 2 اي تي بيز بستخدمها عشان اخذ منهم فوسفيت جروس وبركبهم على مركب الميفالونيت. عشان احوله الى ايش؟ 5 بايروفوسفو ميفالونيت. مركب ست كربونات ايش ماله؟ عليه الفوسفيت جروس. الانزيم اللي بعده ايش اسمه يا شباب؟ هاي البايروفوسفو ميفالونيت ايش اسمه؟ دي كربوكسيل. لما تحكي دي كربوكسيل ايش شو يعني؟ بده يشيل كربونه يشيل، فبقص واحده من الكربونات عشان يقدر يقص هاي الكربونه بيحتاج لايش؟ لانذر اي تي بي. واضح؟ فبتحول الى مركب مكون من خمس كربونات وعليه تو فوسفيت جروس. تمام؟ هذا مركب وسطي هنا شايفين؟ المركب الوسط خليكم على رضا عليكم.
كربونه 2 3 4 5 6 كربونات، واكم فوسفات جروب عليه 1 2 3 تمام شباب، اللي هو 3 فوسفو 5 بايرو فوسفو ميثانونيت. هذا المركب عباره عن انترميديت. يعني كيف بتتم العمليه؟ عشان اعمل ديكربوكسيليشن بركب اول شيء الفوسفات جروب على المركب، والخطوه اللي بعدها نفس الانزيم اللي هو ديكربوكسيليشن بيقطع ايش الكربوكسيليك جروب بيطلعها، وبيطلع هاي الفوسفات جروب اللي موجوده على الكربونه الثالثه بعض. فبضل عندي مركب يا شباب مكون، لاحظ كم كربونه؟ 1 2 3 4 5 كربونات. كم عليه فوسفات جروب؟ 2 فوسفات جروب. له شكلين، هذا الشكل وهذا الشكل نفسه. هون يا شباب في شيء قلبنا الواحد بده يكتب هون حسب علمه، يعني مش بيتمنى هون ولا شيء. فوق الشكل هاي فوق بعدين في جروب. فوق الشمال او اليسار. اي؟ اها. والله؟ طيب. خط ازرق خط احمر، منيح احمر؟ طيب، والثكنس بالمشي كثير. يا سلام. بس عشان اعلمكم يعني بس اخلي الثكنس يكون اقل عشان اوكي. فبيطلع عندك شكلين، هاي الشكل الاول وهي الايزومر الثاني. اذا بتعد زي ما حكينا هاي كربونات 2 3 4 5 عليهم 2 فوسفيت جروبس، فعلوا شكلين اللي هو داي 3 ايزومتيل بايروفوسفيت او داي ميثيل ايش بايروفوسفيت. داي ميثيل هاي مثل وهي مثل على اعتبار 1 2 3 تمام اوكي، وعليهم 2 مثل جروب. اوكي يا شباب، هذا الايزوبرين اللي هو بسميه اكتيفيتد ايزوبرين هو اللي بدي استخدمه في الخطوه اللي بعدها. وزي ما حكينا هاي الخطوه هي اللي هي استهلاك ايش؟ 3 اي تي بي. 3 اي تي بي هي الخطوه الوحيده في تصنيع الكوليسترول. تمام طيبين؟ حكينا كل كوليسترول كم اي تي بي بده؟ ليش؟ لان انا بدي 6 مولكيولز من هذا، عشان اكون 6 مولكيولز كل واحد منه 3 6 في 3 18. تمام طيبين؟ هلا 6 اكتيفيتد ايزوبرين يونتس كوندنس اللي بنربطهم مع بعضهم البعض عشان نشكل مركب مكون من 30 كربون اسمه السكوالين. بس هل انا باخذ السته وبربطهم؟ لا. اللي بتتم العمليه كالاتي يا شباب، باخذ اول خمسه وبربطهم مع الخمسه الثانيين هيد مع تيل. هذا بنشوفه. كون عندي مركب مكون 10 كربون، فرض باخذ كمان مركب خمسه وبركبه على 10، صار كم؟ باخذ 2 مولكيولز من ال 15 وبربطهم مع بعض. بيطلع 30. واضح شو بحكي؟ عشان هي مكتوب بس انا حبيت احكي قبل ما اقرا او اشرح. لا تقدر واحد ثلاث كربون. اي ثلاث كربون؟ الكوليسترول صار اسمه مش بعد هيك لسه في 20 خطوه ليصير عندك كوليسترول. بتروح واحدة من الخطوات تخرج. شوفوا يا شباب مع بعض لو سمحتوا. هاي تو اكتيفيتد ايزوبرين جوز، هاي وان اكتيفيتد، لاحظوا معي. داي ميثينيل و دلتا 3 لاحظوا هيد مع تيل، يعني واحد في الراس وواحد في التيل، بيطلع عندك 2 فوسفيت جروب برا از بايرو فوسفيت، وتكون مركب مكون من 10 كربونات عليه 2 فوسفيت جروب بنسميه جيرانيل بايرو فوسفيت او جيرانيل بايرو فوسفيت، يعني صار 10 كربونات، اسم الانزيم ابرينيل ترانسفيريز. هلا هذول 10 كربونات برجع بربطهم مع كمان ايزوبرين مع واحد ثالث ايضا هيد مع تيل، بتكون مركب اسمه فارنيسيل بايروفوسفيت. صار كم عدد الكربونات فيه هذا الفارنيسيل يا شباب؟ 15. برضه نفس النظام اللي هو برينيل ترانسفيرنج اللي نفس الخطوتين هذول اللي بربط الثلاثه مع بعض. هذول بناخذ منه 2 مولكيولز من الفارنيسيل بايروفوسفيت عن طريق انزيم لا تنسى اسمه لاحظ شو اسمه؟ سكوالين سينثيز. هذا الكوالين سينثيز يا شباب لاحظوا شو راح يعمل؟ راح ياخذ 2 مولكيولز من البايروفوسفيت الفارنيسيل بايروفوسفيت 15 15 ويربطهم مع بعضهم البعض هيد تو هيد. لاحظوا كان هون هيد تو تيل، فبضل عندك بايروفوسفيت. لما تربط 2 هيد مع بعض البايروفوسفيت ايش مالها؟ راح تطلع برا. تطلع البايروفوسفيت برا، وهذا المركب ايش بده يعمل؟ عمليه ريدكشن. المهم بيجيب الالكترونات بياخذهم من ان اي دي بي اتش. انتبه لهذا الانزيم. تمام؟ يكون مركب مكون من 30 كربون اسمه ايش؟ سكوالين. كلير؟ اذا دي تو اكتيفيتد ايزوبرين جوين هيد تو تيل ديسبليسنج وان سيت اوف دي داي فوسفيت او البايروفوسفيت، بيكون عندك مركب اسمه جارنيل او جيرانيل اسف
بايوفوسفيت. الجيرانيل بايوفوسفيت كمان بيعملوا جيرنج مع مين؟ مع كمان انذر ايزوبرين اكتيفيتد بتكون عندك الفارنيسيل. الفارنيسيل بايوفوسفيت تو فارنيسيل بايوفوسفيت جوين هيد تو هيد تو فورم سكوالين 30 كربونات. وهذا الانزيم اسمه سكوالين سينثيز بيحتاج لمين يا شباب؟ الى الان هي دي بي اتش وطلع البايوفوسفيت. في الخطوه الاخيره نحط كونفرجن اوف سكوالين تو فور رينج ستيرويد نيوكليوس واحده اثنتين. لاحظ هذا المركب طلع علي هذول 30 سكوالين لاحظوا لينير ستيل لينير ما فيش ولا حلقه احنا بس قربناها على شكل حلقه بس هو ستيل ايش؟ حلقات ايش مالها؟ لسه مفتوحه ما ربطناهم مع بعض من بعض. لاحظ في عندي انزيم اسمه سكوالين مونو اوكسجينيز لا تنسوا صار في عندي تو انزيمز مهمين هون مبدئيا وطبعا كلهم مهمين بس اكثر شيء ادس 1 اوكسجين فرق اوتو اذا بجيب هذا بدخل اكسجين بياخذ منه ذره اكسجين واحده وبيركبها على الكربون الثاني الثالث بصير اسمه سكوالين 2 3 ايبيكسايد اسم المركب اللي بنتج ستيل كم كربون هذا المركب؟ 30. ليش هكي الخطوه هاي مهمه جدا سكوالين مونو اوكسجينيز لاحظ شو محتاج كمان؟ ال اي دي اتش وبيحتاج للاكسجين التو الكترونز طبعا بربطهم على الوان اوكسجين اتوم بطلعها وان اوكسجين اتوم بربطها وين هنا؟ بصير اسمه ايش يا شباب؟ لاحظوا الاكسجين مربوطه مع مين؟ مع الكربون الثانيه والثالثه من جهتين مربوطه الاكسجين تمام؟ الكربون الثانيه ارتبطت بالكربون الثالثه عشان هيك اسمه 2 3 ايبوكسايد اوكي؟ او ايبوكسايد زي ما واضح يا شباب؟ هلا هذا المركب تمام اللي هو ده شو صار اسم عفوا السكوالين 2 3 ايبوكسايد لاحظوا نعمل له سايكلايزيشن بدنا نسكر الحلقات اللي رسمناها المفتوحه مضبوط هلا بدنا نسكر هاي الحلقات تمام طيبين بحيث نكون مركب شو اسمه يا شباب مكون كمان من 30 كربون ولكن بشكل حلقي اسمه لانوستيرول لانوستيرول واضح؟ طبعا هاي يعني نعمله سايكلايزيشن عن طريق سايكليز انزيم بس هاي زي ما انتم شايفين انت تطلع هون حركه الاسهم كيف بتكون يعني حلقه 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 حتى تكون خمس حلقات بصير عندك شكل حلقي اذا السكوالين خلينا نحكي 30 كربون بشكل مفتوح الاستيرول شكل ايش؟ 30 كربون بس بشكل ايش؟ حلقه مغلق طبعا السكوالين حكينا حولناه الى ايش؟ قبل ما نحول لشكل حلقي الى ايبوكسويد ربطنا هذا الاكسجين بين الكربون الثاني والثالث. هلا يا طيبين لاحظوا هنا لانستيرول هذا الشكل الحلقي المكون من 30 بدك تعرف وين راحوا ثلاث كربونات دور عليهم يا صاحبي. حوالي 20 تفاعل بيتموا ورا بعض حتى نكون مين؟ الكوليسترول. احنا ال 20 تفاعل سجلوا فيه. بس تعجلوا فيه مالتي ستريس. تمام؟ هذا المركب 30 كربون حلقي حتى يتحول الى الكوليسترول في مالتي ستريس، المالتي ستريس هذه حوالي 19 او 20 خطوه من التفاعل يعني. شفتوا شو اهميه الكوليسترول والانتاج والذي منه الى اخره. تمام؟ هلا هذا الحكي الان بصير عند الانسان. في النباتات لا بصير سايكلايزيشن الى اخره بس بتحول الى مركب ايش؟ شبيه بالكوليسترول بنسميه ايش يا شباب؟ ستيجماستيرول. عشان هيك يا طيبين في نوع من انواع مش الغش الخداع خلينا نحكي، في فرق بين الغش والخداع. الغش غشك والخداع خدعك. طبعا في فرق بين كلها اسوء من بعض. عمله واحده بس لها وجهين. شو بتقرا مكتوب على الزيوت النباتيه؟ خالي من الكوليسترول. هو فعلا ما في كوليسترول، شو فيه؟ هذا الاستيرويدز، واضح شو بحكي؟ وما في كوليسترول، الكوليسترول عند الانيمالز والانسان. النباتات فيها ايش يا شباب؟ ستيجماستيرول. الفنجاي عندهم لا ايرغوستيرول. فهمت شو الفكره؟ فبتلاقي هذا نوع من انواع الخداع. بقول لك وزيوتنا خاليه من الكوليسترول، كل الزيوت النباتيه ما في كوليسترول في النباتات اجمالا مش بس زيتك انت فهمت شو الفكره؟ ايوه يعني فعندك انت في عندك اما في الانيمالز بعد اقوال عديده بتحول الى كوليسترول في النباتات بتحول الى ستيجماستيرول وفي الفنجاي بتحول الى ايرغوستيرول تمام يا طيبين؟ هلا عشان بس اخفف عليكم شوي يعني ما تخافوش اللي حكيناه لان هي الخطوات الاربعه مهمه جدا يعني ما بدناش نتهاون فيها لانه مش عمر اللي بعدها
فهمي علي هون الانزيمز هذا الاهم هنا هذا الترانسفيرز عادي مش مشكله سواء مر معنا وهذا مر معنا الانزيم بس نعمل الفرق بينه هل هو في الكيتون ولا في عشان لما يجي في السؤال في الامتحان يكون عارف انه هذا في تو انزيمز واحده الميتوكوندريا خاصه بالكيتون واحده السيتوبلازم خاصه بالكوليسترول بعدين هنا هذا مهم جدا اهم واحد هو الاتش ام جي كوليلابتيز لانه هو التارجت تبع الادويه الستاتينز اللي بيستخدمهم شو بيعمل وبعد هيك يا شباب هنا لاحظوا يعني مش راح ما فيش داعي تحفظ اسماء الانزيمز يعني ما راح اسالك على الانزيمز كانزيمز اسماء الانزيمز ما راح اسالك تمام يا شباب بس نكون عارفين يعني انه اي تي بي واي تي بي اخذنا الفوسفيت وربطناهم والثالثه استخدمناها عشان الديكربوكسيليشن تمام يا شباب بالنسبه هذا الديكربوكسيليز تكون عارفه لحالك لما بيجيك واذا اجاك كانيز بتعرفه اصلا وهو اللي جديد عليك يعني هون في شغلتين يعني اللي هم يعني في ترانسفيريز ترانسفيريز موجود والمجموعه هو نقل فوسفيت من الاي تي بي وربطها على الميبرونيت تمام يا شباب هنا لا الانزيمين اللي حكيناهم مهمين جدا تحفظوهم هذا ايش اسمه حكينا سكوالين سينتيز واستخدم ال ان اي دي بي اتش تمام وهذا ايش سكوالين مونو اوكسجينيز بيستخدم الاكسجين وبيستخدم مين ال اي دي بي اتش لا تنسوه تمام طيبين والريتمينج ستيب زي ما حكينا هي مين عند هذا صاحبنا وحبيبنا مين هو ال اتش ام جي كو اي ريدكتيز جاء لا تنسوا في حد عنده اي سؤال حتى الان طيب صنعنا الكوليسترول وات ار ديفينس اوف الكوليسترول نصنع الكوليسترول بشكل رئيسي وين حكينا في الليفر تمام هلا اللي في الليفر بنعمله اكسبورتنج ايش عندنا ننقله بدنا نصدر طلع من الليفر شو اللي فيه جزء منه خلينا نكون واضحين وصريحين منين راح يستخدم الليفر في تصنيع مين الممبرين لانه هو جزء من الممبرين بس الممبرين اكيد والباقي بده ينقل لهون بده ينقله اما بيوديه على شكل بايل اسيدز يعني بنقل الكوليسترول على شكل بايل اسيدز يعني بدخله في تصنيع البايل اسيدز وبطلعه او بيليري كوليسترول كوليسترول كامل يفرز مع البايل اسيدز هذا الكوليسترول او كوليسترول اللي هو مين يا شباب؟ الشكل التخزيني هذا بيتم في الليفر وبعدين يصدر الى كافه انحاء الجسم طبعا هذا الكوليسترول الاستر بيتم تصنيعه عن طريق ربط ايش حكينا؟ 1 لا فاتي اسيد او اي بنربط على الاو اتش تبع الكوليسترول بتصير عندك كوليسترول استر اللي هو الاستيرويد فور الانزيم مهم جدا لا تنسوا اسمه ايش يا شباب؟ اي كان اسيد او اي كوليسترول ايش؟ اسيد اسيد ترانسفيرز اي كان نروح مر معنا كمان واحد ايش اسمه؟ الكات تبع الليستين او تبع ليش بلاي الفوسفوليبيدز انتبهوا تمام يا شباب؟ اذا الفيتس اوف كوليسترول على فكره يا شباب بس عشان تكونوا عارفين معلومه بدنا نحكيها وما نحكيها نحكيها الان الكوليسترول او الكوليسترول ما في عندنا ميكانيكيه لتحطيمه ما في عندنا ديجريديشن في الجسم لانه مركب مهم جدا جدا طيب اصلا لو في عندنا ميكانيكيه لتكسيره كان ما عندناش اشكاليه تراكم الكوليسترول مظبوط ولا لا؟ يعني بتصفي الا اذا في شيء جينيتيك مظبوط ولا لا؟ طيب كيف الجسم بيتم يتخلص من الكوليسترول؟ بالضبط الطريقه الوحيده للتخلص من الكوليسترول هو انه الجسم بالليفر يطلعه مع البايل البايل سكريشن لما تنزل في المعده للحرق تعطيه الدهون ينزل معها الكوليسترول بحول لبايل اسيدز او لمركبات اخرى هذا الشكل، الشكل الثاني حتى يتخلص من الكوليسترول ايش هو شباب؟ بنزله على الانتستين وبيطلع الله يرزقه مع البراز. لانه البايل لما ترتبط بالدهون راح تطلع مع البراز فبيطلع جزء من الكوليسترول بقى. طبعا في جزء يعاد امتصاصها بس جزء منه راح يطلع بقى. فهمتوا شو الفكره؟ فالكوليسترول ككوليسترول ما في له ديجريديشن في الجسم، ما عندنا ميكانيكيه حتى لا تكتشفها لتحطيم الكوليسترول، ما اظن انه في اصلا. تمام؟ هلا لما بروح بنتقل الى كافه انحاء الجسم راح نشوف كيف يتم استخدامه من الخلايا المختلفه زي مثلا الاسترويد الجينيك سيل الغدد وغيرها يستخدم في تصنيع مين؟ الاسترويد الهرمونز والفيتامين دي زي ما شفنا سابقا. تمام طيبين هاي الفيتس اوف الكوليسترول هي مرسومه رسم الكوليسترول اما بتحول الى استرويد هرمونز هلا بنشوفهم او الى مشتقات من الكوليسترول تفرز مع البايل اسيدز او نفس الكوليسترول بيستخدمه ايش يا شباب؟ تصنيع الفايت اسيد زي التاور فوليك اسيد سبق مر معنا اسم او بتحوله الى الشكل التخزيني كوليسترول استر واضح؟
اي فيتس محطوط طبعا. نعم. طيب هو يفرز بالبايل لما سيرش بالبايل لما حتى يعطل اشي فصفت انه هي بتطلع بس بيجي شيء مكانها في مصر. ما هذا اللي بنحكيه، لانه هو عامل مهم الجسم ما بيتخلص منه. بس بالوضع العادي، بالوضع العادي اذا كان التصنيع اوكي، ما انت في عندك ريجوليشن مظبوط. لما يكون في عندك ريجوليشن، اذا الريجوليشن العمليه صحيحه وانت ما بتتناول الكوليسترول بزياده في اكلك، ما راح يتراكم عندك في الدم او في الجسم. بتصفي المساله انه في تصنيع وفي دايت. اذا زدنا في الدايت وفي تصنيع ثابت بمعدل 1 جرام في اليوم، في اشكاليه. للأسف الشديد انت يعني فهمت شو حكيت زميلتكم؟ انه انا عشان يفرز بدي يفرز البايل مظبوط، والبايل اصلا لا يفرز الا اذا انت تناولت ايش؟ دهون. بتقدر تتناول دهون، دهون كثير تتناول شويه دهون تمام؟ هي واحد. من الناحيه الثانيه بتتناول دهون مثلا تكون قليله الكوليسترول. مش اللو كالوري دايت اللبن ومش عارف ايش، لا تكون فيها قليل الكوليسترول تمام؟ الله يرفع عليك. هون بنحاول انه الجسم يطلع شويه كوليسترول اوت سايد. الكوليسترول استرز ار مور نون بولر ذان كوليسترول، اكيد. ليش؟ لان طلع معي على شكل الكوليسترول عنده بولر هيد، مظبوط يا شباب؟ لما تيجي حضرتك تربط انت فات اسيد هون، الفات اسيد اصلا لما يربط بيربط من البولر هيد تبعه الكربوكسيليك جروب، صح؟ فالكربوكسيليك جروب اوف ذا فات اسيد رح تربط مع الاو اتش جروب لمين؟ للكوليسترول، فراح يتكون مركب هايلي نون بولر، ما عندوش ولا جزء بولر. لسه الكوليسترول لوحده عنده او اتش مظبوط، والفاتي اسيد لوحده عنده السي دبل بوند او اللي كربوكسيليك جروب، لما يرتبطوا مع بعض راحت الكربوكسيليك جروب وراحت الاو اتش، ارتبطوا مع بعض صار المركب تقريبا توتالي ايش؟ نان بولر. فهو مور نان بولر ذان الكوليسترول اتسلف او الفاتي اسيد. الانزيم ايش اسمه حكينا قبل شوي اللي هو الاي كاب، اللي هو اسيلكو اي كوليسترول اسيد ترانسفيريز او اسيد ترانسفيريز، اللي هو هذا الانزيم باخذ فاتي اسيلكو اي باخذ الانزيم، يعني عفوا الانزيم باخذ الفاتي اسيد وبطلع الكو اي وبيربط الفاتي اسيد وين؟ على الاو اتش جروب الخاصه بالكوليسترول. فبتكون عندك الكوليسترول استر اللي هو الشكل التخزين هذا ايش ماله؟ اتز ايش؟ هاي حاطط لك اياها بالعنوان مور نان بولر. اوكي؟ كونتين فاتي اسيد استرفايد تو اوكسجين تو ذا اوكسجين اللي هي الاو اتش، هاي على الاوكسجين بيربط الفاتي اسيد زي ما حكينا. جانب الفاتي اسيد كو اي اللي يعني مكتوب بس انا بقرا لكم اياه، makes cholesterol more hydrophobic more non-polar زي ما حكينا. عملية نقله هذا more non-polar مش راح يمشي مع الدم، لأن الدم أكويس مظبوط ولا لا؟ بيحتاج إلى نواقل اللي هي اللايبوبروتينات، فينقل على شكل إيش؟ لايبوبروتينز. اللايبوبروتين راح نشرحهم مش المحاضرة القادمة اللي وراها إن شاء الله نبدأ فيه تمام؟ من هذا الأذر تشوف زي ما حكينا تمام يا شباب؟ اللايبوبروتين حاطط لكم شوية معلومات عنهم رح نرجع نحكي عنهم أكثر فيما بعد. هم عبارة عن حبيبات السطح الخارجي تبعها فيه نوع من انواع البروتينات اللي نسميه ايبولايبوبروتين مع الفوسفوليبيدز مع اي بولر بارت تكون على السطح، والنان بولر اللي هم كوليسترول استر ايش كمان تراي اسيد جليسرولز هذول بيكونوا في اللب، بيطلع من مثلا اذا كان الدهن جاي في الامعاء بيطلع من الامعاء عبر الكايلومايكونز نوع من انواع اللايبوبروتين لوين؟ للليمف ومن الليمف على الدم. اما في الليفر الكوليسترول هذا بتطلع مع شكل اخر من اللايبوبروتينات بنسميه very low density lipoprotein، راح ناخذ يعني المره الجايه او اللي وراها، هذا بيطلع من الليفر على الدم مباشره. نفس الشيء بس والتنين ها خلينا لو تبعش نعجل في المعلومات، بنقول الدهون عبر الدم خلينا نحكي ونحكي من المره الجايه تمام شباب؟ اذا الاي كات هذا الانزيم نفسه مين اللي بيعمل له ريجوليشن يا شباب؟ الكوليسترول نفسه، وجود الكوليسترول. لما في عندك كوليسترول الجسم بيحاول يقلل كميه الكوليسترول في الخليه مظبوط ولا لا؟ فبيخزنه، فبيحول وجود الكوليسترول بيحفز هذا الانزيم انه يحوله الى الشكل التخزين، واضح؟ لا هو بيقلل الكوليسترول بيحول لك الى كوليسترول استر، كوليسترول استر ما له شغل غير انه يتخزن. مش هنا زي احنا بنعمل في التعليمين على الدكتور احنا هلا انت بتحكي انه كونه حوله الى لا بس احنا هون في عندنا نقطة ثانية، ما تنساش انه هون يصنع دينوفو غير جيك ما هو يصنع، انت هناك ما بتصنع الجلوكوز الا لما يصير عندك ديبليشن يعني هو نزل عند حد معين تبدا تصنع، يعني قد يكون في منه ولكن والكلام قد يكون صحيح انه احنا بنحاول نسحبه من الدم حتى نقلل تركيز الكوليسترول في الدم ونوديه نخزنه، برضه الكلام قد يكون صحيح بس يعني ما عندي معلومه عشان قلت لك قد وقد هو تشكيكه تحديدا.
نعطيكم ده الصبع كده. قدام نحكي انا قوي في اللغه العربيه قوي، بعدين اجي لهم لما جينا عند الاسف ضيعت العربي، كنت زمان خلاص توقفت. طيب الاكسبورت اوف كوليسترول از بايل اسيدز، زي ما حكينا البايل اسيدز هم ايش؟ البرنسبل كومبوننتس اوف بايل، هم يعني المكون الاساسي في البايل، بايل سكريشن نفسه اوكي اللي هو الفلويد ستورد ان دي بولي بلادر. حكينا البايل اسيدز عباره عن مركبات تصنع من الكوليسترول في الليفر مع السوائل اللي معها بتصير على شكل بايل، هو السائل يعني السائل الاصفر هذا بينزل من الليفر على دقه خاصه ويخزن وين حكينا؟ في البول بلادر في المراره، وهناك يركز حوالي 10 الى 20 ضعف، بعدين اكسكريتد تو سمول انتستين تو ايد ايش الدايجستشن اوف فات زي ما شرحنا سابقا. ريلاتيفلي ذي ار وات هيدروفيليك كوليسترول ديبندنس، هم يعتبروا مشتقات هيدروفيليك من مين؟ لانه اسيد، بما انه اسيد اذا هو ايش؟ هيدروفيليك، واضح؟ فهو مشتقات من الكوليسترول ولكنها هنا هيدروفيليك اللي هم البايل، وظيفتهم الاساسيه زي ما شرحناهم سابقا ايماتسيفيكيشن. يعني يعملوا ايش؟ تحطيم للحبيبات الدهون الكبيره لحبيبات صغيره من اجل عمل اللايبيز. الاكسبورت اوف كوليسترول از بيلياري كوليسترول، نفس البايل هذا السكريشن يفرز معه ايش يا شباب؟ الكوليسترول از اتز او ديريفيتد من الكوليسترول تنزل على الامعاء، وزي ما حكينا جزء منها يعاد امتصاصه والجزء الاخر ايش؟ يخرج الى خارج الجسم. كوليسترول كونتينينج ان بايل، بايل ريموفز ها لاحظوا اكسس كوليسترول فروم ذا انتستين وطلعه ايه؟ برا. الدياتري فايبرز عادة يا شباب الالياف اللي متكونة في الغذاء تبعنا مفيدة جدا، ليش؟ لأن it binds the bile تمام؟ it interferes with bile reabsorption in the intestine، بما أن الفايبرز ارتبطت مع البايل والهاي وتمنع الريابسوربشن تبعها، إذا قللت نسبة عودة الدهون لوين؟ لداخل الجسم. لذلك يا شباب لما تروح تاكل الأكلة دسمة حاول تاكل معها سلطة خضار، يعني في شيء فايبر، مش حبا بالفايبر واحد راح ياكل منسب. أنا كنت زمان متعجب كنت اروح عند ناس حاطط منسف وحاطط جنبه مثلا صح خيار او بصل اخضر بطبطب خضره وما شاء الله يا جماعه الخير شو يسووا هذول؟ انا يعني منسف منسف ولبن وجميل وبحم حطي جنبه خيار ولا سلطه ما بزبطش معه اصلا. هذا المنسف الاكله الوحيده اللي لا يمكن معها شيء صح؟ طلع يا سيدي فتحنا نفس الشباب على راسي. بلاش من الصفحة، روح كلها تاكل البروست مقلي، في زيوت كثير مضبوط ولا لا؟ دائما يكون في محل ايش يا شباب؟ للاسف بحطوا لكم محل سلطة ايش بسموها؟ قولوا سوو هاي اكثر شيء خوف عليها. اجسم من الاكل نفسه، ملانا مايونيز مضبوط ولا لا؟ وسكر، يا حريق حريق حريق. الاصل يكون في شوية خضار مع الدهون، ليش؟ حتى شفتوا العملية وين فايدة الفايبرز هنا مع الدهون؟ انها بتعمل زي ما تحكي ادزوربشن ادمصاص مش امتصاص ادمصاص اه ادزوربشن تسحب الفايبر هاي بتسحب البايل الدهون تربطها معها وتطلعها على العصب وين؟ مع الفراز تمام؟ الكوليسترول اند اذر ليمتس ار كاريد اون بلازما لايبوبروتين حكينا المعلومه بدكم نكمل بس اللي هم على شكل ايبو لايبوبروتين سبيسيفيك كارير بروتين هذول عبارة عن بروتينات خاصة تصنع والغاية منهم هي نقل الدهون عبر الدم. اوكي البلازما لايبوبروتين طبعا مش بس كلمتين لانه حكينا عندنا محاضرتين عليهم تقريبا. They are macro molecular complex بس لازم نحكي عن كون نواقل يعني. They are macro molecular complex of apolipoprotein and various combination of ايش؟ هم عبارة عن بروتين اللي هو اسمه apolipoprotein او لايبو اوكي apoprotein معهم فوسفوليبيدز معهم كوليسترول معهم كوليسترول استر ومعهم تريسيجليسيرولز وكمان الفيتامين دي احيانا قد يكون موجود اذا كان الانتستين عند الامتصاص تمام. هذول ايش مالهم؟ بشكل حبيبه. الحبيبه هاي من الخارج بتكون ايش يا شباب؟ هيدروفيليك اللي وعليها البايل اسيدز صح؟ لا هون ما في بايل اسيدز. البايل اسيدز كانت وين؟ في الدروبلتس تبع الفات في الامعاء. هنا لا يعني هو على السطح تمام مع الفوسفوليبيدز او اي بولر بارت من اي دهون بولر بارت من الفوسفوليبيدز تمام. واللوب تبعها من الداخل بيكون هايلي ايش هيدروفوبيك اللي هو فيه الترايسيجليسرول والكوليسترول استر وغيرها واللوب مثلا تمام. هيتكر الكوليسترول والكوليسترول استر ان ذا بلاد بتودي على كافه انحاء الجسم. الكوليسترول سينثيسيس اند ترانسبورت ار ريجوليتد ات سيفرال ليفلز الريجوليشن تبعه على
مستويات متعدده. اول ريجوليشن عندك 5 تايبس اوف ريجوليشن او مودز اوف ريجوليشن. اول واحد هو الكوفالنت موديفيكيشن، على اي انزيم يشتغل ريت ليمتنج ستريب حكينا، الاتش ام جي كو اي ريدكتيز هنشوفه كمان شوي، وبنشتغل على مستوى الجين نفسه على نفس الانزيم نفسه، نحاول نعمل ايش؟ ريجوليشن للترانسكريبشن تبعه انه يفرز او لا يفرز. عندنا بروتيوليتيك ديجريديشن كمان، عندنا انذر ايش؟ ريجوليشن عن طريق البروتيوليسيس، انزيم ثاني بتيجي تكسر لهذا الانزيم. واكتيفيشن اوف ايش وات؟ ايش وات؟ الايكات. ايش حكينا الايكات بيسوي؟ بحول الكوليسترول الى كوليسترول استر، بحوله من الفري فورم الى الستورد فورم، تمام؟ which increases the esterification for storage، اذا قلل نسبه الكوليسترول. وعندك ايش؟ ترانسكريبشنال ريجوليشن لل ال دي ال ريسبتور، راح نحكي عليهم لما نحكي عليهم بعدين. عشان تقدر تدخل الدهون هي ال دي ال الكوليسترول مره ثانيه على الليفر او على الخلايا لازم بها ريسبتور. فاذا تحكمنا في الريسبتور صار في خلل في الريسبتور بيصير في عندك تراكم في الكوليسترول في الدم. هذا احد اسباب المرض. اخر سلايد في اليوم هاي شوفوا طلع عليه هون. الريجوليشن هي نفس اللي حكيته انا، بس تعال عشان تشوف معي. نبدا باسيد الكو اي، بعدين وصلنا لوين بعد كذا خطوه؟ للاتش ام جي كو اي، مضبوط؟ اللي السته الاتش ام جي كو اي حولناه لميفرنيت. مين هو المسؤول هنا الرئيسي تبعنا؟ الاتش ام جي كو اي ريدكتيز. متى ما وصلنا لميفرنيت حكينا بعد خطوات كثيره 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 بنوصل لمين؟ للكوليسترول. هلا الكوليسترول عندك شو حكينا؟ ممكن تحوله الى انترميديتس مركبات ثانيه وتروح تيجي زي الاوكزيستيرول، هذا عباره عن انترميديت، او تحول الى الشكل التخزيني. الكوليسترول نفسه بحفز مين حكينا؟ الايكات انزيم بتحول الى الشكل التخزيني وبتخزن، تمام؟ او بعض مين حكينا؟ الانترميديتس مش هو بيتحول لاذر ستيرولز وخطوات تصنيع. فهي الانترميديتس نفسها بتشتغل شغلتين. الفاينل برودكت مثلا عندك ال دي ال كوليسترول اللي بيكون حامل الكوليسترول زي ما رحنا المره الماضيه، عشان يقدر يدخل الخلايا بده ريسبتورز حصلت على الخلايا كمان بياثر، تمام يا شباب؟ هلا لاحظ معي هنا الانزيم صاحبنا وحبيبنا اللي حكينا عنه هو مين؟ الاتش ام دي كو اي ريدكتيز. ايش ماله؟ اللي بيعمل له اكتيفيشن مين؟ ليش الانسولين؟ بغض النظر عن خطوات ظاهريا ليش الانسولين نازل؟ موجود انسولين يعني فيه انت باكل لك وجبه، يعني عندك مصادر طاقه وعندك دهون عندك كل شيء، فشو بدك تسوي؟ بدك تخزن. يعني حكينا الانسولين بحفز تخزين الجلايكوجين، بناء البروتين وبناء الدهون. ابتداء من بناء الفاتي اسيدز وهون كمان بياثر على العمليه، تمام يا طيبين؟ الاشياء اللي بتعمل له تثبيت، شوف عندك الاي تي بي، اذا انخفض تركيز الاي تي بي، اذا انخفض تركيز الاي تي بي ايش بصير يا شباب؟ يرتفع تركيز الاي ام بي. إذا ارتفع تركيز الـ AMP أدينيسين مونوفوسفيت بتنشط مين؟ الـ AMP كاينيز. شو بيعمل هذا الشاب؟ بيروح بيعمل فوسفوريليشن لهذا الإنزيم. إذا هذا الإنزيم له شكلين، بما إني في الأول حكيت موديفيكيشن كوفيلنت موديفيكيشن عن طريق الفوسفوريليشن، فإله شكلين، شكل فوسفوريليتد وشكل دي فوسفوريليتد، تمام؟ الدي فوسفوريليتد هو الأكتف والفوسفوريليتد هو الإن أكتف، تمام؟ فإذا بتلاحظ الانسولين صاحبنا شو بيعمل؟ بينشط الفوسفاتيزز، ده مش معناه المرة الماضية. بما انه بينشط الفوسفاتيزز فهي بتروح وبتسحب الفوسفات جروب إذا بتحوله إلى الأكتف فورم. شفتوا ليش؟ بينما الجلوكاجون بيشتغل عكس الانسولين عن طريق السايكليك أم بي، مظبوط؟ فبتعمل فوسفوريشن. فبروتين كانز إلى آخره. وعندك مين كمان حكينا؟ الانترميديتس كمان بتقدر تعمل ايش؟ ستيمولايتس البروتيوليسيس شايفين؟ أوف اتش ام جي كو ريدكتيز. هاي الميكانيكيات حكيت انا في السلايد السابق. واضح يا شباب؟ كمل ولا خلص؟ مش مضطر تشوف. ما ضلش وقت. المرة الجاية بنحكي بس النقطة الأخيرة دي الكوفيلنت